كابتن سامر، هو انت اشتغلت قبل كده في النادي الاهلي واكيد ليك خبرات كبيره، واشتغلت بره مصر في السعوديه مع الفرق الكبيره في قطاعات الناشئين. ايه الصعوبات اللي انت شايفها هنا بتواجهك انت كمدرب، يعني وانت ماسك المراحل السنيه الصغيره في المسابقات؟ هل التزوير، الملاعب، التسنين، كل الكلام ده يعني المشاكل دي عايزين نتكلم فيها برضه، عشان النهارده عشان تقدر تطور لازم تبدا تشتغل او تحط يعني حلول للمشاكل دي. كل اللي انت قلته مع بعض يا كابتن أسامة، ملاعب، مواعيد للمسابقات، التسنين بالذات في المراحل العمرية الصغيرة بيفرق جدا. لأن 2016 انا بتكلم كام سنة؟ 15 سنة؟ 2006 2006 قصدي 2006 15 سنة طبعا 15 وال 14 وال 13 طبعا التسنين بيفرق طبعا. التسنين بيفرق جدا بعد كده خلاص ما بيفرقش، لكن في المرحله العمريه الصغيره دي بيفرق جدا التسنين. بس انا اشوف ان هي بدات تبقى مقننه شويه، العمليه ما بقتش زي الاول يعني وانا من 4 سنين لما كنت موجود كانت صعبه شويه، كانت باينه قوي. دلوقتي قلت شويه، بقوا قدروا يسيطروا على الموضوع، لان بيروح يجيبوا كل حاجه من جذورها بقى زي ما بيقول يعني. اللعيب اللي بيجي يجيب ورق اسهل شويه، بقت اسهل، بتقدر تعرف دلوقتي المسنن والمزور والحاجات دي تقدر بتجيبها بسهوله. طب والملاعب؟ الملاعب طبعا صعبه جدا. لكن النهارده انت كمان اللعيب الموهبه وانت كمدرب يعني بتحفظ الولاد طول الشهر وطول الاسبوع، ما بتقدرش تشتغل على نفس الملعب، كفاءه الملعب اللي انت بتمرن عليه. تاني حاجه لا قدر الله الاصابات من الملاعب برضو في سن صغير. الملاعب برضو يعني احكي لنا عن المعاناه اللي بتشوفها برضو في الدوري من الملاعب. اتكلم، احنا عندنا في النادي الاهلي في سيستم لعب لكل الفرق، سيستم واحد. كان بروكيتش جالنا وعرض السيستم ده وطرق اللعب وخطه اللعب والنظام اللي ماشي في كل الفرق، ده كان استعرضه معانا قبل كده. السيستم ده اهم حاجه فيه الاستحواذ واللعب على الارض وتغيير المراكز والتحركات من غير كره. ده محتاج ملاعب، تبقى ملاعب كويسه. انت لو ما فيش ملاعب كويسه مش هتقدر، ده ابسط حاجه يعني. مش هتقدر تنفذ يعني ب 100% طرق اللعب دي اللي انت بتشتغل عليها ولا اسلوب اللعب. فطبعا ملاعب لازم يبقى فيه اهتمام بالملاعب اكبر من كده. انت بتلعب على ملاعب سيئه جدا جدا جدا، ف انت بتحفظ وبتشتغل وتيجي في المباراه تلاقي حاجه ثانيه. ناشئين وبراعم وشباب، ده اهم حاجه، اول حاجه الملعب طبعا، الادوات والملعب، الكوره. فطبعا انت ما الملاعب وجودتها طبعا ما بتساعدش خالص ان انت تقدر تخرج ناشئ يعني يقدر يخدم منتخب مصر او يخدم حتى الفريق الاول، غير بصعوبه جدا يعني. وانا بتفق معاك ان الملاعب من الحاجات المهمه جدا، واحنا عندنا الحمد لله بدل ملعب 2 و3 و4 في قطاع الناشئين على اعلى مستوى.